أجج النيران تحت رمادي يا أنت. فالتفتت جميع ملامحي وتألقت في صوته الوقادي كن أنت. في إطار النشاط الثقافي والفكري، احتفلت مديرية الثقافة والأمانة السورية للثوابت الوطنية بأيام الثقافة في حلب بإحياء أمسية شعرية وحفل فني للتراث الأصيل. الأمسية تضمنت مختارات من الأشعار كالشعر المحكي والعمودي والقصصي وغيرها من الأشعار التي وضعت الحضور بأجواء غنية بالثقافة الشعرية. نحن هنا نعبر عن هوية سورية الأصيلة. سورية دائما أصيلة بتراثها، بفكرها، بأدبها، بشعرها. نحن هنا نعبر عن ثقافة متأصلة في سوريا. هذه الثقافة لا يمكن لأحد أن ينكرها ولا يمكن لأحد أن يغفلها. لا بد من في هذه التجمعات والمنتديات أن نجسد هذه الحالة المتأصلة في التراث الحلبي، التراث السوري، من ثقافة متأصلة شعرا وأدبا وفنا وطربا. قدمت قصيدتين، قصيدة بالشعر العمودي وقصيدة بالشعر المحكي. القصيدة بالشعر المحكي قدمتها على طلب للأمانة العامة، يعني نوع من تغيير الشكل حتى نحاول نوصل لقلوب الناس بشكل أكتر، لأنه الشعر المحكي هو يعني قريب من القلب أكتر من الشعر العمودي، والشعر باللغة العربية الفصحى كونه يعني هو يأخذ قوام اللهجة المحكية. تتشارك المؤسسات الرسمية مع مؤسسات المجتمع الأهلي لتتضافر الجهود جميعا لتقدم حالة ثقافية قد تكون مناسبة في فترة عصيبة على هذا الوطن. الأمسية بمناسبة انتصار التشرينين كانت القصائد متنوعة، ولا يمكن أن نختصر الحالة الوطنية بالقصائد الوطنية. يمكن لقصائد الحب أن تكون قصائد وطنية لأن الوطن هو الحب. فبالتالي كنا في أمسية جميلة، في تشكيلة جميلة من شعراء حلب. الأمانة العامة للثوابت الوطنية بالاشتراك مع مديرة الثقافة عملت هالمهرجان، هذا المهرجان الشعري كان شيء جيد، تنظيم جيد، وبالعكس الكل اللي قدموا بيهدف إلى وحدة سوريا وأمان سوريا والكلمة الطيبة والإنسان والخير. كما كان للقدود والموشحات وقعها الخاص، حيث ضمت مجموعة من الفنانين الذين أحيوا التراث بأعمالهم. والختام كان بتكريم عدد من الوجوه التي أسهمت في الثقافة ونشرها.